طيب احنا هنروح دلوقتي مع طبعا محلل الاداء العالمي الدكتور احمد بيومي عشان نعرف بعض الارقام والاحصائيات، ونرجع بعد كده كابتن نناقش مع حضراتكم كمان الشكل الفني لمباراه النادي الاهلي امام سيراميكا، ونتكلم كمان بتفاصيل اكتر على مباراه الجونه اللي جايه سواء على مستوى التشكيل على مستوى الاداء. فخلينا نرحب دلوقتي بنجمنا الدكتور احمد بيومي من خلال لغه الارقام والاحصائيات. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن، نورنا ومشرفنا دايما، وان شاء الله يعني دايما وشك حلو على النادي الاهلي. انا مطمن ان بكره ان شاء الله هنكسب، لكن خلينا نتكلم معاك في لغه الارقام ومحضر لنا ايه النهارده. بتشرف طبعا اكون موجود معاك يا كابتن، وكل توفيق للنادي الاهلي، والف مبروك طبعا. ثلاث نقاط في مباراه سيراميكا، يمكن الحمد لله دلوقتي الاهلي محقق العلامه الكامله في الدوري، ولكن طبعا مباراه مهمه يا احمد. مباراه سيراميكا كانت مباراه مهمه جدا، يعني مباراه مهمه، والفريق طبعا عنده سكواد هجومي جيد جدا. بنتكلم في الكندوسي، بنتكلم في محمد ابراهيم، بنتكلم في جون ايبوكا، بنتكلم في محمود عبد الحفيظ. عندهم الناحيه الهجوميه كانت واضحه كبيره طبعا على الناحيه الدفاعيه، ولكن هو سكواد هجومي واضح. ويمكن النقطه اللي كان فيها بعض من القلق طبعا ان خلال المباراه كان في تهديدات كثيره او فرص على النادي الاهلي، ومش بنتكلم على المباراه دي بس، بنتكلم خلال المباريات اللي فاتت. فاعتقد ان لسه النادي الاهلي ما وصلش للتركيز الدفاعي العالي اللي انهى بيه الموسم الماضي. يعني انت شايف الحاله الدفاعيه، مش هنقول خط الدفاع، هنقول الحاله الدفاعيه لفريق النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما وصلتش لدرجه القوه والتركيز والصلابه بتاعه الموسم اللي فات. بالظبط، احنا النهارده بنتكلم الاهلي لعب اربع مباريات، دخل فيه ثلاث اهداف طبعا منهم ضربه جزاء، ويمكن ده يمكن ناقوس خطر كده يمكن نبتدي ان احنا نركز عليها الفتره اللي جايه. صحيح، احنا بنقول طبعا ان اي فرقه عاوزه تكسب بطوله لازم يكون عندها ناحيه دفاعيه صلبه، بنتكلم على يكون في ترابط، يكون في ثبات في التشكيل الدفاعي بشكل كبير. النهارده الاهلي كسب الدوري السنه اللي فاتت او الموسم الماضي كان اقوى خط دفاع، على العكس الموسمين اللي خسر فيهم الدوري ما كانش فيه اقوى خط دفاع. فبنتكلم النهارده الاهلي لعب اربع مباريات دخل فيه ثلاث اهداف، فمحتاجين نشتغل على النقطه دي الفتره اللي جايه بشكل كبير. وعلى الرغم طبعا ان الاهلي كان امبارح خلال الشوط الاول او الشوط الثاني كان عنده الاستحواذ، هو المستحوذ على المباراه، كان نسب استحواذ، كان نسب تمريرات هو كان الاعلى، ولكن زي ما بنقول برضو اللي كان ظاهر في الاحصائيات الرقميه خلال مباراه سيراميكا هو التهديدات او الفرص الضائعه على الشناوي. طبعا انقذ اكثر من كوره، كان ليه ان هو الكلمه العليا ان هو يطلع المباراه ان احنا الحمد لله الاهلي يفوز بالثلاث نقاط. طبعا الراسيه طبعا الاستثنائيه لقفشه اللي يمكن بيفكرنا باب راسيات فلافيو، قلب فجأة على بوجريشا ما شاء الله يا قفشة، لأنه يعني ما بنشوفوش كتير بيلعب بدماغه، لكن الحقيقة حط جون حلو قوي. يعني بالظبط، يعني جول في وقت كمان وقت صعب جدا، بس فعلا قفشة في الفترات الأخيرة بيأدي بشكل جيد الحقيقة. ورقة رابحة طبعا بينزل الملعب بيكون ليه كلمة، بيكون ليه تأثير، بيكون ليه تغيير لمسار المباراة اللي كانت ممكن امبارح تخرج بشكل أو تتصعب على النادي الأهلي. ده يمكن سريعا كده بخصوص مباراة سيراميكا. خلينا نتكلم أنا وأنت ومن خلال الإحصائيات اللي أنت محضرها، عرفنا على اداء فريق الجونه. فريق الجونه وخاصه لما بنلعب في الجونه زي طبعا مراسلنا كريم احمد ما قال لنا، اجواء مختلفه شويه، ملعب مش واسع، ملعب ضيق، الهواء بيبقى قوي جدا. وانا لعيب كره وعارف من الحاجات اللي تضايق شويه في الملعب لما بيكون في رياح او هواء قوي في الملعب. عايز قول لنا كده فريق الجونه في خلال يمكن الست جولات اللي فاتوا كان شكله عامل ايه من الناحيه الفنيه مع مدير فني كابتن علاء عبد العال، رؤيتك ايه بالفريق الجونه؟ يعني خلينا من خلال نستعرض مشواره ممكن نشوف نربطه بالنواحي الفنيه. لو استعرضنا مشوار فريق الجونه في او طبعا النادي الاهلي في الدوري، هنلاقي ان هم لعبوا خمس مباريات، فازوا في مباريتين وتعادلوا في مباريتين وهزيمه وحيده. يمكن هم طبعا اتهزموا من نادي زد على ارضهم، هو واللي بنتكلم النهارده في اثنين فوز في اخر مباراتين، هم فازوا في طبعا على الداخليه في اخر مباراه، فبنتكلم ان هو اعتقد ان هو عنده نشوه الفوز دلوقتي في اخر مباراتين، يعني عنده الكيرف عالي. بالظبط، الكيرف بدا يعلى. فبنتكلم طبعا ان تحت قياده الكابتن علاء عبد العالي اللي دايما بيتميز بحته الحذر الدفاعي، وخصوصا انه السنه اللي فاتت هو مدير فني لنادي الداخليه، تعادل مع النادي الاهلي، وبرده نفس الكلام تعادل مع نادي الزمالك، فهو دايما قدام الفرق الكبيره بيركز قوي، بيركز على النواحي الدفاعيه عشان ان هو يقدر يخطف جون، بحيث ان هو يغير المباراه، ما بيلعبش على المكسب من بدايه المباراه، ولكن بيكون عنده التحفظ الدفاعي.
بنتكلم برضو ان هم خلال مشوارهم احرزوا ان هم 6 اهداف ودخل فيهم 4 اهداف فقط، منهم 2 ضربات جزاء، فبنتكلم برضو على الناحيه الدفاعيه. 6 اهداف في 6 مباريات، معدل مش وحش للجونه يعني، تقريبا بمعدل هدف كل مباراه لا باس فيه يعني. طبعا معدل جيد جدا، خصوصا انه اللي جايب من 6 اهداف فيه منهم 5 اهداف للعيب احمد بالحاج. هنتكلم على احمد بالحاج لانه كمان لعيب مميز جدا وهداف، هداف الفريق، يعتبر من هدافين الدوري لغايه دلوقتي، 5 اهداف في 6 جولات يعني. بالظبط. من خلال استعراضنا للمشوار ممكن نتفرج بقى على طريقه اللعب او المين فورميشن لكابتن علاء، ودي اللي يمكن اللي كان علينا ليها ملحوظه خلال ان 5 مباريات ما كانش عنده ثبات لطريقه اللعب. ساعات بنشوف النهارده لو استعرضنا الصور المين فورميشن بتاعته، ساعات بيلعب ب 4 3 3 بلعيب ارتكاز اللي هو عبد الفتاح، ساعات بيلعب ب 4 2 3 1 بيلعب ب 2 ارتكاز في نص الملعب، يمكن في بدايه المباريات خالص لما لعب قدام زد لعب ب 3 في قلب الدفاع زي ما احنا شايفين. يعني دي مباراه زد الكابتن علاء مش ثابت على فورميشن واحد. بالظبط. ده في مباراه زد لعب ب 3 في 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 قلب الدفاع، خط الدفاع في قلب الدفاع، وطبعا بتتحول ل5 طبعا مدافعين في حاله يعني خساره الكره. بالظبط. لو جينا الصوره اللي بعديها برضه هنلاقي مثلا بيلعب خلال مباراه الداخليه بعد هنا بيلعب 2 ارتكاز 4 2 3 1، ده يمكن احد المباريات برضه. لو جينا في اخر مباراه، مباراه الداخليه، رجع تاني ل 4 3 3 بلعيب واحد بس ارتكاز. فبنتكلم النهارده على المين فورميشن، لا عنده لسه فيه، هو اعتقد ان هو لسه ما ثبتش على التشكيل معين. على حسب قوه الفرقه اللي بيلعبها، على حسب التكتيك، ولا يعني شايف التغيير الكتير في الفورميشن بتاع الجونه ده بناء على الخصم بشكل كبير يعني؟ لما بيلعب 4 مثلا في الخلف، لما بيلعب فرقه في المتوسط بالظبط ممكن يلعب ب 3 لو هيلعب النادي الاهلي، هل تتوقع هيلعب بكره اني فورميشن فيهم يبدا بيها بكرة؟ اعتقد في الفتره الاخيره هو بيلعب ب 4 2 او 4 1، فاعتقد ده اللي هيثبت عليها، ما اعتقدش هيرجع تاني لاول بتلاتة. مباراه زد اللي هيلعب ب 3 في قلب الدفاع. بالظبط. ده كده خلال المين فورميشن. طب نشوف بقى اسلوب لعبه، ده كده المين فورميشن، نشوف بقى طريقه لعبه بيلعبها ازاي او بينفذ المين فورميشن دي ازاي جوه الملعب. أوكي. من خلال استعراضنا للاحصائيات اللي خلال ال5 مباريات، فنلاقي ان معدل استحواذه كان 41%، معدل تمريراته منخفض، بنتكلم في حوالي 280 تمريره. فبنقول ان اسلوب لعبه، لو جينا استعرضنا الارقام الخاصه، تعال نشوف الارقام التحليليه يعني على مستوى غيروا لنا الصوره دي يا جماعه، خلاص عرفنا 4 2 3 1، خلينا يعني نستعرض الارقام دي. اخر مباراه 4 3 3 بقى الفورميشن مختلفه، يعني بيلعب 4 3 3 ممكن تبقى 4 وقدامهم واحد ديفندر وقدامه 2، ده شكل معين ممكن يلعب بيه يعني. دي اخر مباراه. بالظبط. ندخل بقى على الارقام الاحصائيه عشان نشوف تطبيق المين فورميشن دي جوه الملعب. زي ما قلت لحضرتك، هنلاقي ان اسلوب لعبه خلال ال5 مباريات ما عندوش من كواليتي اللعيبه، او نقول مش هنقول كواليتي اللعيبه، لكن اسلوب لعبه ما عندوش ان هو يقدر ينقل الكوره بشكل كبير جوه الملعب. يعني الاستحواذ يعني قليل، قليل جدا. قليل جدا. 41%، يمكن ما فيش اي مباراه كسب فيها الاستحواذ. معدل التمريرات 282، ده بالنسبه لمعدل الاستحواذ معدل منخفض جدا. هنقول ان احنا ما بنقولش النهارده ان دوت جانب ايجابي او سلبي، ولكن بنقول ده اسلوب لعب يعني. النهارده الاستحواذ هو مش هدف، ولكن هو طريقه او اسلوب لعب بيبتدي ان هو ينفذه جوه الملعب على حسب الكواليتي اللعيبه اللي موجوده عنده. النقطه الثالثه دي مهمه جدا، التمريرات خلال الاستحواذ المقصود منها ايه دي؟ المقصود منها ان انا خلال استحواذي على الكوره بنقل الكوره كم مره علشان اوصل للمرمى او تقطع مني بعد قد ايه؟ فلاقي من 3 ل4 تمريرات وبعد كده الكوره بتقطع منه. ده رقم قليل جدا. عمليه انك حتى في عمليه لما بتستحوذ الاقصى حاجه 4 نقلات، فده معدل قليل جدا. وبالتالي من الوضع عشان نترجم بس كمان الكلام ده لحاجه عمليه الناس تفهمها، انك يا دوبك نقله الثانيه الثالثه ويبدا يلعب كوره طويله، ويعتمد بشكل كبير على الكوره الطويله سواء من الاطراف او من الاطراف، وبالتالي مفيش استحواذ 7 8 نقلات عشان يبدا يبني هجمه بمعنى اصح. بالظبط. هو بيكون اجريسيف على الجون على طول، بيبتدي ان هو ينقل على الجون. وده أوكي. طبعا خلينا ندخل على الرقم اللي بعديه، رقم مهم جدا، معدل التمريرات الطوليه او المتوسطه اللي هي بتبدا من 30 متر ل 60 متر 60 تمريره. رقم كبير جدا طبعا، عشان يعمل 60 تمريره طوليه او متوسطه داخل الملعب ده رقم كبير. فخلينا برضو نشوف بقى فين الاماكن اللي بتادي التمريرات الطوليه دي، هل بيأديها فعلا من الاطراف، هل بيأديها من نص الملعب؟ هنلاقي مثلا عندنا احمد عبد الرسول معدل التمريرات الطوليه ليه 10 تمريرات، بنتكلم احمد مسعود 9 تمريرات الحارس، بنتكلم احمد حسام، بنتكلم في صبر الرحيل. طب فين تمركزهم؟ كلهم خط الدفاع يعني. بالزبط. بتكلم على خط الدفاع. يبقى اذا هو ما بيعملش بيلد اب كتير، هو النهارده بيلعب تمريرات طوليه من قلب الدفاع او من حارس المرمى مباشره. جميل. وخلينا نشوف الفيديو اللي بيثبت الكلام دوت. لو جينا بصينا على الفيديو الخاص بالتمريرات الطوليه، او بنتكلم على الخاص بعدم قدرته على نقل الكوره، هنلاقي النهارده ده مثلا فيديو بيتكلم على الاستحواذ، ده مباراه الداخليه والجونه. بالظبط. هنلاقي النهارده انه بيدخل، ادي اول مثلا تمريره من حارس المرمى، يخش على التمريره كده الثانيه،
بعد كده برضو يبتدي طبعا هنلاقي ان هم بيركزوا على الجبهه الشمال بشكل كبير. صحيح. كده التمريره الثالثه عندنا بيروح على طول اجريسيف على المرمى. التمريره الرابعه هيبتدي يعملها بالعرض، بعد كده يمكن هتتقطع او هترجع تاني في استحواذ المنافس. برضو عندنا نموذج تاني هنلاقي برضو نفس الكلام، بيعمل التمريره الثالثه الرابعه بالكثير، بعد كده الكوره بتتقطع. فده بيثبت ان هم استحواذهم بيكون منخفض، ما عندوش القدره ان هو بيدور الكوره بشكل كبير وبيلعب على التمريرات الطوليه. وخاصه برضو خلينا نتكلم بكل امانه ان النادي الاهلي متعود انه بيضغط من قدام، وبالتالي حتى ما عندوش المساحات اللي توفرت لامام فريق الداخليه. يعني فريق الداخليه كمان بيرجع عنده بعض مديله بعض المساحات، لكن من المتوقع بكره مع الضغط العالي للنادي الاهلي ان ممكن جدا سردباك لباك شمال يلعب كره طويله على طول، وبالتالي هنلجا للكره الثانيه وللالتحامات الهوائيه اللي تكون موجوده عندنا. طبعا ده يمكن الخاص بالتمريرات الطوليه. بعد كده خلينا برضو نستعرض ان هم عندهم اقوى من اقوى او هداف الفريق طبعا احمد بالحاج، خلال الخمس مباريات احرز خمس اهداف، منهم ثلاث اهداف من ضربات جزاء وهدفين، دول مهمين جدا. لو جينا استعرضنا ارقام احمد بالحاج هنلاقي ان هو زي ما بقول لحضرتك لعب خمس مباريات احرز خمس اهداف، محاولاته على المرمى طبعا هو اكثر لعيب خلال فريق الجونه عمل محاولات على المرمى، 13 محاوله منهم 7 على المرمى. على فكره رقم كويس، 13 محاوله يعني اكثر من 50% ما بين القائم والعارضه، رقم خصوصا انه بيلعب مركز 8، بيلعب 8 وسط ملعب بالظبط. لكن معدل تمريراته هو في نص الملعب ده برضو بيعكس اسلوب لعبهم، هنلاقي معدل تمريراته 32 تمريره 92%، معدل عالي شويه ولكن برضو ما بيعكس قدرتهم على الاستحواذ. صحيح. لو جينا يا ريت نستعرض الفيديو الخاص بالاهداف بتاعت احمد بالحاج، ودي في ملاحظه مهمه جدا عليها ان هو دايما بيجي اختراقه من نص الملعب غير مراقب، لان هو بيلعب لعيب مركز 8. فهنلاقي هنا الكوره مثلا بتتلعب بالكوره بالعرض وهو جاي من غير مراقب تماما من نص الملعب، اللعيب اللي عليه سبوت هنا ده هو بيجي تقريبا بيزيد، الراجل بيلعب 8 وبيزيد بالظبط، بيهرب ما فيش اي مراقبه عليه خالص، بيبتدي يحرز الهدف بتاعه. ده طبعا خلال مباراه الاتحاد اللي خلصت بالتعادل 2-2. برضه لو جينا بصينا على هدف ليه تاني برضه بنفس الطريقه ونفس الاسلوب، بيجي من نص الملعب مفيش اي مراقبه عليه خالص، هنا بيبتدي طبعا الكره برضه بتتعمل عرضيه ليه، نفس الهدف اللي فات تقريبا نفس برضه ده من مسافه بعيده، ده تقريبا من نص الملعب، من نص الملعب بيكمل لغايه ما يخش ال 18 ومحدش شايفه خالص، مفيش يعني اي مراقبه عليه خالص، وبيحرز نفس الهدف كوبي بيست من الهدف اللي قبليه. فبنتكلم برضه على لازم النهارده يكون في دور لمروان عطيه او ديانج بحيث ان هو يراقبه، لازم الراجل ده يتشاف بشكل كويس طبعا. بالظبط، لازم يكون في مراقبه ليه من خلال نص الملعب عشان تحركاته دي. طيب طبعا يعني شكل مميز جدا الحقيقه دكتور احمد، دايما بتمتعنا بادائك على مستوى الارقام على مستوى الاحصائيات، بنشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك دايما يا كابتن، وكل توفيق للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يكون وشنا حلو على النادي الاهلي باذن الله.